يلا مام ايه ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد على القناه بتاعت الطبخ زي ما انتم شايفين معايا ماما وهي مش مركزه معانا خالص، هي مش معتمدانا خالص ماشي، ولا بيشغلها التصوير ولا الكلام ده. من ايام ما كنت بصور في البيت عندنا كنت ممكن اصور وهي بترزع جوه. المهم هنقضي بقى اليوم النهارده مع بعض، هنعمل اكل كتير انا وماما مع بعض، فالفيديو كله هنبقى سوا، فكملوا الفيديو للاخر، ما تنسوش اللايك وسبسكرايب في القناه. طبعا ماما دلوقتي بتنضف الفراخ، هي بتظبط حياتها يعني مع الفراخ، وانا بقى مطلعه سيبكم الحاجات دي حاجات ماما لسه جايبالي، مطلعه جلاش عشان نعمل صينيه جلاش ونعمل لحمه ستيك وهنعمل باميه وفراخ وحاجات كتير قوي كده، فكملوا الفيديو بقى للاخر. رز بالعبريه طبعا، ويلا بينا. بعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بملى الحله هنصف الفراخ. تمام. اول حاجه هحطها للشوربه بتاعت الفراخ بصلايه، ورق لورا وورق غار بقى اللي انتوا بتقولوا عليه، وحبايتين حبان ماشي اللي هما كده، خليهم تلاتة عشان بيبقى الشوربة بتبقى حلوة. دلوقتي بقى يا جماعة أصعب مرحلة في البامية، البامية انت مقطعة شوية ماشي، ما تحطوش الكفة ماشي. دلوقتي مرحلة أنا وماما تقصير البصل ماشي. النهاردة الأكل كله تقريبا مليان بصل. أنا لازم بعيط ليه ايه؟ لازم بعيط ليه؟ معلش انت اللي بتصور. هنعمل جلاش باللحمه المفرومه، فعشان اعصج اللحمه لازم بصل، وهنعمل باميه فالباميه لازم لها بصل، وهنحشي الفراخ فالفراخ محتاجه بصل، فاليوم العالمي للبصل النهارده. عايزه احكي له خايفه من ايه؟ بتعملي ايه يا امي؟ كده بقى قطعت البصل حلقات وحطيت ملح وفلفل وهحشي بيها الفراخ. هي ده شويه صح؟ لا هتسلق وبعد كده هتتحط في ال هتسلق وبعد كده هتتحط في ال وانت بتعملي ايه يا دنيا؟ ايوه كنت لسه هقول لك، مفيش بتعملي ايه يا دنيا؟ اهو بقول لك اهو عصب اللحمه. انت بتعصبي اللحمه بالشوربه بتسلقها الاول؟ لا ما في طاسه اهي. اه طاسه شويه زيت ولع مش هبقى تصبرني لما زيتي يعمل يسخن. اهو يظلمني دايما كده ماشي. حط بقى على البصل الفلفل، مش هحط ملح، هحط فلفل بس. اشمعنى ملح؟ عشان الملح في اللحمه لازم يتحط في الاخر عشان بيسويها. لا ما بيأخر. دلوقتي بقى يا جماعه بقطع الفلفل بتاع الجلاش، عشان انا احنا هنا كلنا بنحب الحاجه سبايسي، محمد عودت على السبايسي الحمد لله، فبقطع. دي ده دي بقى طريقتك، دي طريقتك. اول حاجه بتحط مكعب كبير كده من الزبده. لا طريقتك الدنيا بس طبعا ما حدش بيدينا القطه، انا بس اللي بعمل الخلاط بتاعنا ده، خش اعمل الخلاط. يا جدعان دول اللي عملتها وربنا جدع يا بنت. كده هنحط الباميه ماشي، نديها تشويحه بعد السمنه طبعا يا جدعان او بعد الزبده ماشي كده. حط بقى الملح دلوقتي، واحده تحط هنا الملح دلوقتي، واحده هنا جعانه لسه بتقلب. البصل معايا، هنحط البصل ماشي، نسيبهم يتشوحوا مع بعض ماشي. نحط الملح وفلفل. فين ال ادي توابل، هنحط الملح. ثواني اجيب لك ملح. الفلفل بتاع الاسود مع الباميه ياخد برضه تشويحه. عايزه الملح اهو ماشي. يا سلام بقى لو كان في قرن فلفل احمر كمان
ما بيجيبش الحاجات دي. كان هيبقى 100 مش عندي احسن. بتاعها يا جدعان وتحطيها على بصل المبشور. زياده زياده. عندنا شويه بصل نرميهم؟ لا طبعا. ما ده هنا كمان في شويه الورق الجوده دي كمان ورقه الجوده. هاتي الثوم. هذا الثوم. هاتي معلقه. يا جدعان بتحب الثوم؟ معلقه ثوم كده حلوه كده. انت قد ثوم؟ يعني مش كبيره قوي. مش كبيره قوي يا ماما انت خلصت المره. مش كبيره قوي. معلقه. مش كبيره قوي. بس. جابت لبن ومش عارف اللبن ايه تاني؟ لبن وزبده. لبن وزبده سيحته وقعدت تعمل فيهم كده. وطبعا هتعمل بهم الجلاش. ريحه اللحمه مفرومه طلعت. ما يتقطع كده بين كل ورقه ورقه لازم تحطي بلها كده بس يعني حاجه خفيفه. الورقه طلعت مني عادي ماشي. لا حاجات بسيطه يعني. نسيبها تعيش مع نفسها بقى تستوي وتتقلب. ايه؟ وتتقلب طبعا. هنقلب نحط لها بس مكعب مرق الدجاج ماشي. ادي كده تقليبه. طبعا احنا حطينا لها الملح والفلفل وبرده لما قرب ما تستوي هنعمل لها تيست تاني وندوقها ونشوف هي محتاجه ملح تاني ولا لا. طبعا ده كلمي شيف دنيا دلوقتي بتعمل شيف دنيا بتعملها يا جدعان اللحمه المفرومه دي او الجلاش ده بالموتزاريلا. بصوا احنا عندنا جايبين الموتزاريلا اللي هي القطعه دي دنيا بتقعد تفشرها كده. الشكل النهائي يا جدعان بعد ما رصت الموتزاريلا. طبعا دنيا هترصها كده على تاني من غير ما اعرف اكيد يعني. خلي كده شكله لطيف. قوم دهنا تاني. في ناس بتدهن سمنه او زيت بس انا ما بحبش ان الماده الدهنيه تبقى تقيله يعني. كفايه بقى كفايه دهون في الاكل ماشي. فبخفف وبعمل بلبن وبتطلع حلوه جدا على فكره. ما قالتش لا. اسالوني مجرب. اسالوني مجرب ماشي. ناخد سنة زيت نحطها عشان ندي بيها الفرخة لما تطلع. علي صدق شوية يا ماما. لا علي صدق شوية. يقول لك اجريك. بصوا يا جدعان الدنيا قاعدة ازاي. داري وجعني. بصوا يا جدعان تسول انت تسول. تاكليني بسنة الجلاش؟ كده حاسه كده. يعني تبقى فخمه شويه ولا ايه؟ كده. بصوا يا جماعه بقى دلوقتي اخر حاجه هنعملها هي اللحمه. عندي لحمه هنا كده بوكتيه وعندي صوابع سجق بلدي قلت اطلعهم برده شويه صغيرين قلت اعملهم معاها. تبلتهم ملح فلفل روزماري روزماري شويه زعتر جوزه الطيب بس كده. وهنزل بقى بس لازم الجريل يكون سخن ومولع يعني. الدنيا خلاص. ايه رايك يا اختي؟ ايه ده مش انتوا كنتوا مقطعينها اصلا؟ بص بعيد عليها تاني. على الرابطه. لا تسلم ايديك والله. انت ومامتك والله. فين يا رنا؟ فين الاكل؟ يمي. واو واو. يمي يمي يمي. يمي 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 بجد. فين الفخر؟ فرخه شادي. فين الفرخه شادي؟ هطلع لك حيله. طب يلا يلا قعد.
تحب تقول يا دنيا في الفيديو الجميل اللذيذ ده؟ احب اقول ان انا واحنا بنعمل اكل كده ببقى احب اشارككم معايا عشان البنات الكسليه اللي كانت زي ايام ما كنت في بيت اهلي وكده كنت بعمل اي حاجه يقوموا يتنشطوا يقوموا يعملوا عادي يعني ويعني اقدم لهم رساله ان انتوا هتبقوا ستات بيوت شاطره في بيتهم يعني ما كانش بيعمل حاجه في بيت اهله ده بيروح بيعمل كل حاجه غير ما امهاتنا كانوا بيقعدوا يقولوا انتوا هتبقوا فاشله في بيوتكم انتوا هتبقوا مش عارف ايه في بيوتكم هي يعني الموضوع كله بيمشي اراده برضو في واحده تبقى عايزه تعمل فواحده تقول لك يا ستي انا لسه عامل ما تجيب جاهز والله لا كل واحده بتبقى عايزه بيتها يبقى احسن يعني انا اعرف واحده مكسله تعمل اكل مره قالت لي بصها انا عايز اكل رنجه لا كان نفسي انا وهو في الرنجه كان داي